السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومكملين في القصاقيس اللي عندنا، عايزين نستغل كل قطعة قماش. حاجات بنشتريها غالية، لو تصدقوا قد ايه هي غالية، ممكن تتعمل بمنتهى السهولة، مش هتصدقوا. ده اهو قطعة قماش زي ما انتوا شايفين، واخد كمان الجزء ده كمان. نعمل لايك وتعالوا نشوف على المكنة نعمل ايه. قطعة قماش ايه، حوالي 65 سنتي طول و 17 سنتي عرض، تمام. وبخيط بالشكل ده كده، بحاول افردها عشان ما تبرمش مني اهي. الشتا داخل، كل سنة وانتم طيبين. الناس اللي بتفكر تشتري مكنة خياطة، المكنة السنجر ما بتمشيش على القماش ده، المكنة السنجر ما بتمشيش على القماش اللي انا بشتغل بيه ده، ده للأمانة، عشان بس محدش يقول لي عايزين على قد البيت. لبس البيت بيبقى عبارة عن قطيفة بالشكل ده، وبيكون عبارة عن حاجات تقيلة، فلو المكنة مش هتخيط لي الحاجات دي فملهاش اي لازمة. كلنا عندنا دفايات في الشتاء اللي هي بتتلبس تحت الملابس، للأسف المكنة السنجر ما بتشتغلش فيها، فما تتعبيش نفسك بقى وتخسري فلوسك في مكنة مش هتساعدك، تمام. اهو بخيط بالشكل ده، اهو بخيط الجزء ده كده. بنعمل توكة بتلم الشعر في الشتاء وبتدفي في نفس الوقت، وتنفع في اي وقت مش بالضرورة شتاء. بس بستغل القماش اللي عندي عشان مرموهوش. لو انت لسه معانا في اول فكرة اعملي لايك علشان تشوفي معانا تاني فكرة ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، فاضل بس معايا الجزء ده، هي كده خلاص اهي كاملة متكاملة، تمام. باخد قطعة القماش اللي انا هعملها في يونكة، خيطها واسيب جزء صغير عشان اعدلها منه اهو. خيطها من كل الجهات، مجرد واحد بس يقول الشتا ويتذكر الشتا وجماله، بصراحة يعني شميت ريحة الشتا دلوقتي، شميت ريحة الجو وجماله دلوقتي. ابرة وخيط عشان اقفل الجزء المفتوح ده اهو. الحاجات دي غالية جدا، ممكن تعمليها اعادة تدوير من ملابسك القديمة القطيفة بالشكل ده. بتوع الميك اب دلوقتي بقوا بيعملوا الحاجات دي عشان تبقى على الرأس. طيب باخد قطعة قماش عشان اعملها، خيطها برضو اهو اهو بالشكل ده كده، واروح واخد الجزء ده تبقى فيونكة جميلة جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. خيطها، ممكن اخيطها بالمكنة وممكن على ايدي بابرة وخيط، الموضوع كله ممكن يتنفذ على الايد. بحطها كده في الجزء اللي انا مخيطه فيه ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، شايفين جمالها شكلها الحلو. طبعا بثبتها بابره وخيط عشان ما تكونش واضحه مني خالص، انا مش عايزاها تكون واضحه اهو. بخيط من هنا بالشكل ده كده اهو. ولو عجبتك اول فكره اعملي لايك وتابعي معانا الفيديو عشان تشوفي الفكرة التانية. دي كده أول فكرة معانا، وتعالوا نشوف مع بعض تاني فكرة. رجل بنطلون جينز أهو، تمام. هيكون طولها 23 عرضها 17، وده جيب قصيته بالشكل ده
ودي رجل البنطلون، هنقصها كده على اتنين بشكل متساوي. ويلا معانا على المكنة بس نجهز سوستة اي لون زي ما حضراتكم شايفين. بخيط بالشكل ده وبقلبه بدبوس. طيب ممكن دلوقتي عشان تركبي الجيب تفكي جنب منهم وتركبي الجيب عشان يكون سهل. تمام، لو تعرفي تركبيه كده مفيش اي مشكلة. بفك بالشكل ده خياطة، بشيل خط الاوفر بس والباقي بيتفك بمنتهى السهولة. بحدد مكان الجيب بشكل مظبوط اهو، وبخيط الجيب يا جماعه بالشكل ده اهو زي ما حضراتكم شايفين. باخد على الطرف اهو ركبته زي ما حضراتكم شايفين. باخد السوسته بالشكل ده الطرف، حاولي ما تعمليش الشنطة دي اكبر من السوستة، او حاولي لو انت هتعمليها اكبر من كده تبقى على قد السوستة بالظبط. بخيط كده برضو عشان تبقى مريحة. شايفين كده الشكل؟ طيب وبلفها عشان اخيط بقيه الجزء بتاع السوسته بتاعي، وكمان عشان اقفلها. بس قبل ما اقفلها لازم اعمل حسابي في تركيب الحزام. هركب بس دلوقتي طرف السوسته بالشكل ده ونفس الحكاية. الجزئية دي مهمة جدا علشان لما تيجي تفتحي السوستة ما يبقاش فيها خيوط بالشكل ده اهو. تمام، فانا لازم اعملها بالشكل ده كده علشان ما يبقاش فيها الخيوط دي. يا جماعه طبعا لو انت عايزاها لولد هتحطي له بادج خاص بالاولاد، سياره، بادج، كاب، اي حاجه تحطيها هنا. تمام، او عارفين الجلده اللي بتبقى في باتوجنز في خلف البادج ممكن تحطيه هنا. تمام، قبل ما تقفلي لو هتعمليها البنوته، فلو هتعملي خرز هتعملي اشغال يدويه وهي مفتوحه عشان تقدر تساعدك وانت بتشتغلي. لو مش هتعملي لها حاجه خالص خلاص هنقفل بقى من اسفل كده قبل ما نركب الحزام اهو بالشكل ده كده. الحزام اهو زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بتكويه الاول سايباله مكان مفتوح اهو من الداخل. بفرش عليه اكتر من مرة، اهم حاجة اعرف الاتجاه، يعني اساوي الحزام بالشكل ده اهو عشان ما يبقاش ملفوف معايا وشكله مش لطيف بالشكل ده كده. وبرضو افتح له مكان هنا عشان اعديه اهو. يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين استغلالنا لبواقي القماش احلى واجمل استغلال. بتحطي الموبايل، بتحطي اي حاجة انت عايزاها اهو. ده شكلها وده الشكل التاني، جميلة جدا. انا ما بستغناش عن الشنطة دي،
كمان شايفين انا حاطه فيها كمامه اهي، كمامه جميله جدا برضو، استغلال بواقي القماش زي ما حضراتكم شايفين. الست لازم تكون مبدعه، لازم كل شيء في حياتها يكون مميز وجميل وفيه لمسه خاصه تعبر عنها، ما يبقاش كل شيء في حياتنا جاهز، انا مش هلاقي ده جاهز بالشكل اللي انا عايزاه ده. ودي كمان التوكه وحاجات بنوفر بيها كتير، اتمنى تعجبكم وتنال على رضاكم. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه.